وفي غمرة السلم الأهلي لابد لمن يتذكره أن يسأل: أين حزب النجالة؟ هذا السؤال كان قد تردد على مدى السنوات الماضية، وبالأخص في غمرة الحرب الأهلية اللبنانية منذ اندلاعها عام 1975. وقد لاحق هذا السؤال كثيرا الراحل عدنان الحكيم مؤسس الحزب، فكان جوابه: ليس لي في الحرب سوى محاولة إطفائها، لكن نارها أقوى من إرادات الخير والدم ثقيل. من هو حزب النجادة؟ كان حزب النجادة يشكل العمود الفقري في السياسة الداخلية منذ عام 36 إلى زمن الاستقلال أو إلى العهد الاستقلالي. وقد شب الحزب على هذه المبادئ التي كانت تطالب بالاستقلال، وكانت تطالب بوضع لبنان ضمن الخريطة العربية واعتباره ضمن المجموعة العربية، ليس بوجهه التي كان يطالب به البعض ذو وجه عربي. عام 1936 العالم يشهد تطورات وتغييرات هائلة لم يكن لبنان بمنأى عنها، فالساحة كانت خصبة لبروز منظمات شبابية شبه عسكرية كما في سائر الأقطار العربية، بفعل التأثر بحركة المنظمات الموجودة في أوروبا ولا سيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا. وهذه التأثيرات انعكست على الحركات الكشفية، ومنها الكشاف المسلم الذي كان له انتشار واسع في لبنان وسوريا منذ العام 1912. ظهرت النجادة بداية العام 1936 وتألفت من جوالة الكشاف المسلم، وهم الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، لتنفصل لاحقا عن الكشاف وتصبح منظمة شبه عسكرية تعمل في الحقل السياسي، فرفعت شعار الاستقلال الناجز وبلاد العرب للعرب. وكان أول رئيس لهذه المنظمة محي الدين نصولي، الذي وضع مع رفاق له مبادئ وأهداف النجادة التي حددت في القانون الأساسي للحزب الذي نص على التالي: حزب النجادة حزب قومي عربي ديمقراطي اشتراكي تعاوني. النجاد هو المواطن العربي المثالي. العرب أمة واحدة. الوطن العربي وحدة طبيعية يحده المحيط الأطلسي غربا والخليج العربي شرقا وجبال طرطوس شمالا والصحراء الإفريقية الكبرى والمحيط الهندي جنوبا. القومية العربية فوق كل عصبية. الاحتفاظ باستقلال لبنان استقلالا تاما ناجزا باقيا ما بقيت إرادة بنيه مجمعة على ذلك. تقيد الحزب بالأنظمة المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية. كان عم يشكل أرضية خصبة جدا لقيام حركات وتحركات جماهيرية قومية. بالنسبة للنجادة، نحن 1912 أنشئت جمعية الكشاف المسلم في لبنان. الجمعية شكلت ظاهرة كتير مهمة بالشارع الإسلامي في بيروت، في لبنان، وفي فلسطين، وفي الأردن، وفي سوريا. منظمة النجادة كانت ضد الاستعمار الفرنسي، لأن كان في استعمار فرنسي اضطرينا نعمل هالمنظمات شبه عسكرية حتى نقوي من حل الاحتلال الفرنسي. اتخذت المنظمة شعارا هو عبارة عن مثلث متساوي الزوايا تحيط به السنابل، وكتب عليه: بلاد العرب للعرب. ويشير المثلث إلى تماسك العناصر التي تتألف منها الأمة، أما السنابل فتدل على نمو الحياة،
والعقد يمثل ظاهرة الاعتصام والترابط. وهو شعار تبنته النجادي وكان تبنيه تعبير حقيقي وواقعي عن تلك الحقبة اللي العرب كانوا يشعرون بالمرورة بعد ما خذلهم الاستعمار باتفاقية سايكس-بيكو. أساساً كلمة النجادة داخل الكشفية يعني مرتبة عالية. نعرف أنه في جرموز ثم كشاف ثم جموال ثم النجاد المرتبة العليا. فأنشئت منظمة النجادة وكان رئيسها هو أو أول رئيس إلها كان المحامي الأستاذ محي الدين نصولي، وتعاقب عليها العديد من الشخصيات البيروتية وغير البيروتية إلى أن وصلت في النهاية إلى الرئيس عدنان الحكيم. منذ ظهور النجادة وبالتحديد في الوسط الإسلامي السني ومن ثم الكتائب في الوسط المسيحي الماروني، كان ينظر إلى المنظمتين وكأنهما جناحا لبنان المسلم والمسيحي، رغم أنهما في أفكارهما وعقائدهما على طرفي نقيض. التجربة الكبيرة اللي قلت لك ما زال تشاهدي وتدرس ولم تكن لتدرس لو ما كانت تجربة حلوة ورائدي. يوم ما كان لازم البلد توقف وتقف في وجه المستعمر الفرنسي ويكون لها قيادة موحدة، كانت النجادي صاحبة المبادرة وكان أن وضعت يدها بيد منظمة الكتائب لتقول للعالم كله أن الشعب اللبناني بمختلف طوائفه، على الأقل بالدينين الكبار اللي فيه، يعني ما كان في قضية مذهبية وكذا، هالشيء اللي وصلنا له للأسف بآخر أيامنا. قبل أن تتمكن منظمة النجادة من تكريس وجودها وقوتها على الساحة اللبنانية، بدأت تتجاذبها التيارات، وسرعان ما انشقت إلى تيارين. الأول مؤيد لفرنسا ويقوده جميل مكاوي، والثاني عروبي يقوده أنيس الصغير. وكان القائد العام عدنان الحكيم الذي رافق تأسيس المنظمة منذ البداية والرجل القوي فيها، كان مواليا للصغير والتيار العروبي بلا أي تردد. الجناح الفرنسي كان يمثله الرئيس السابق جميل مكاوي، يعاونه أو يؤيده عدد ضئيل من أعضاء اللجنة العليا في الحزب أو في المنظمة، وكان من ضمنها الصحافي الأستاذ زهير عسيران الله يطول بعمره، والجناح العروبي اللي كان يمثله المحامي الدكتور أنيس الصغير، والرئيس عدنان الحكيم، ويعاونهم معظم أو يؤيدهم معظم اللجنة أعضاء اللجنة العليا. هالتيارين اللي كانوا موجودين صار في نوع من، ما فينا نقول انشقاق، نقول تيارين جناحين داخل المنظمة، وكانت الغلبة بالنهاية للجناح العروبي. في ظل أجواء هذه التجاذبات داخل النجادة، كان لبنان يتحضر لخوض معركة الاستقلال عن الانتداب الفرنسي. ورغم التباعد في العقيدة والنهج والفكر، تحالفت النجادة مع الكتائب، وإن اختلف مفهوم الاستقلال لدى كل من الطرفين، فكان أن توحدت الكتائب والنجادة تحت قيادة رئيس الكتائب بيير الجميل، وأصبحتا كتائب النجادة لخوض معركة الاستقلال. وقد تمثلت النجادة بتياريها وانتدبت كلا من عدنان الحكيم عن جناح أنيس الصغير، وزهير عسيران عن جناح جميل مكاوي
لتمثيلها في هذا الاتحاد. كان قرارا من رئيس عدنان الحكيم مصمما عليه أن تكون معركة الاستقلال وعلى بتمثيلها في بيروت بين البسطة والجميزي معا كتفا بكتف. كان إصرار من رئيس عدنان الحكيم وبكامل وعيه القومي والوطني أن يرأس على مسيرة الحزبين الشيخ بيير جميل تسهيلا ودفعا لهذه المظاهرة الوطنية والمطالبة الوطنية بالتحرير والاستقلال. بس كان هناك شعور عند بعض الأطراف أنه بعض الأجنحة في الكتائب ما كانت صادقة بالعملية، يعني كان في مجلة تصدرها ما يسمى بتلك الأيام الثورة، كان في مجلة الاستفهام، الأعداد اللي بيحكوا لنا الكبار واللي الجيل الماضي أنه الأعداد اللي كانت توصل إلى الجميزي والصيفي للتوزيع كانت تحرق ولم تكن تتوزع، والمعركة اللي صارت بالبرج وأصيب فيها بيير جميل ما كانت معركة بالمعنى الكلمي، كانت تركيبة على بعضها. هلا هون ما بقى مهم الدخول في تلك التفاصيل بقدر ما هل أدى هذا العمل ما كان يرجى منه على الصعيد العام؟ نعرف نحن أن كانوا المسيحيين كانوا ينظرون إلى فرنسا كأم الحنون، فحتى اطلع هذا حزب الكتائب من هذا الجو، وهن كانوا كمان عندهم قابلية طبعا يعني بهذا الاتجاه، فتم التوافق أن يتحد أن تتحد منظمتين النجادي والكتائب برئاسة الشيخ بيير جميل، وخاضوا معركة الاستقلال مع بعضهم البعض اللي استمرت حوالي 13 يوم، طبعا فترة بسيطة كانت، وكان مقاومة الانتداب في تلك الفترة فيها نعتبرها مقاومة إلى حد ما سلمية. مع اعتقال سلطات الانتداب الفرنسي في 11 من تشرين الثاني زعماء الاستقلال وإعلان صبري حمادي وحبيب أبو شهلة والأمير مجيد أرسلان الحكومة المؤقتة في بشامون، حمل عدنان الحكيم وجوزيف سعادي وزهير عسيران وعبد الصعب باسم الكتائب والنجادة علم الاستقلال الجديد إلى حكومة بشامون، حيث تم تسليمه لأركان الحكومة ورفع على مركزها المؤقت. ثم بادر عدنان الحكيم ورفيق له إلى رفع العلم الجديد على 12 دائرة حكومية منها البرلمان وسراي الحكومة، معرضا نفسه لرصاص جنود الانتداب. استلموا هذا العلم وعزفت الموسيقى الحماسية، وقد كتبت الصحف في تلك الوقت بهذه الواقعة. شغلة تانية، قام عدنان الحكيم أيضا برفع أول علم لبناني على 12 سارية في رسمية في بيروت، منها مجلس النيابي، السرايا، مخافر الشرطة، وزارة الداخلية، البلدية، كل هذه قام رئيس عدنان الحكيم برفع هذه الأعلام، وتعرض لإطلاق رصاص من السنغاليين التابعين للانتداب الفرنسي لإطلاق رصاص، والحمد لله يعني تابع مهمته دون ما يصاب بأي أذى. تعاظم نفوذ النجادة وازداد حضورها القوي في الشارع بعد نيل لبنان استقلاله، فنظمت النجادة مهرجانا ضخما واستعراضا للفرق النظامية في ميدان سباق بيروت في أيار عام 1944، حضره نحو 50,000 مواطن. وقد علق خلال هذا المهرجان رئيس الحكومة آنذاك رياض الصلح ميدالية الاستحقاق اللبناني الفخرية المذهبة على علم النجادة، وعلى صدر رئيس النجادة المحامي أنيس الصغير.
حتى ذلك اليوم كانت الأمور تسير على ما يرام مع النجادة، لكن التحالف الظرفي مع الكتائب كان من الطبيعي أن ينهار ويتحول إلى خلاف، بل إلى عداوة لم تتوقف. ذهاب برفقة أحد إلى رحلة أو الاشتراك بمعركة موحدة أو أعضاء من فريق معين بيلعبوا مع أعضاء من فريق تاني ضمن المنتخب لا يعني أنه صاروا فريق واحد. المنتخب اللي لعبنا فيه يوم الاستقلال كل واحد رجع للنادي تبعه. بعد ذلك جناحا لبنان الحزبيين الكتائب والنجادة، ظل جناح الكتائب يرتفع وجناح النجادة إلى هبوط وإلى محاربة ربما لمواقف الرئيس عدنان التي لم تكن تحابي في الحق أو تخشى في الحق لومة لائم. منذ نشأة منظمة النجادة تعاقب على رئاستها كل من محي الدين نصوري، حسين سجعان، جميل مكاوي، عبدالله دبوس، محي الدين برغوت، أنيس الصغير، وكان عدنان الحكيم في كل هذه العهود قائدا لفرقها النظامية. ولكن مع وصوله إلى رئاستها كان للنجادة شأن آخر وواقع مختلف أكثر تأثيرا وحضورا. فوصول عدنان الحكيم إلى رأس القيادة في النجادة جاء بدعم قوي من أعضاء المنظمة، وبالرغم من محاولات السلطة آنذاك منع وصوله إلى هذا المنصب. يومها تحول عدنان الحكيم إلى رمز لشباب النجادة وصار قائدهم دون منازع. لما صار الانقلاب على محدين نصولي بسبب مواقفه اللي أغضبت الكثيرين واعتبرت كثير يعني مساهمة مع رئيس الجمهورية ومتساهلة مع الفرنسيين، جاء من أتى بعده، ثم أتى عدنان الحكيم بإجماع كل رؤساء ومفوضي المناطق لرئاسة هذه المنظمة. توقفت فترة من الزمن بعد حل الجمعيات والأخير. ب52 صار في إصرار من كل الكتل النجادية ومن كل المفوضيات، بدنا رئيس، بدنا يا عدنان عمل حزب، حوله لحزب من الداخل ومن الخارج. كل رئيس وزارة كان عادي لعدنان الحكيم بشكل هائل، يفزع منه لأنه ما بيمشي مع بالعوجاج، بيمشي دغري على طول، كل شغلة ما كويسة كان يوقف بوشهم. كان أسماء كثيرة من زعماء بيروت ومن السنة خاصة، مثلا مثل الرئيس صائب سلام، مثل الرئيس عبد الله اليافي، حتى الرئيس رياض الصلح، كانوا ينظرون في عدنان الحكيم ممكن ان يشكل القاعدة قد تكون يحسبون لها حساب في المشاركة في الحكم او مقاصمتهم في الشأن السياسي. فكانوا يحاولون إبعاد النجادة بشخص عدنان الحكيم عن هذه التركيبة، إلا أن كانت القاعدة التي كانت تؤمن بعدنان الحكيم نظرا لكفاءته وإخلاصه يرون فيه الزعيم والرئيس، فأصروا أن يكون عدنان الحكيم هو الرئيس للمنظمة ومن ثم لحزب النجادة. منذ ذلك التاريخ ارتبط اسم حزب النجادة خلال أكثر من ربع قرن باسم عدنان الحكيم، رغم أنه لم يكن المؤسس ولا أول رئيس، لكن هذا الارتباط الوثيق بين الرجل والمنظمة ومن ثم مع الحزب كان بفعل موقع الحكيم ومواقفه الجريئة التي لطالما أزعجت السلطة وأحرجتها فضايقته وضيقت عليه، وكان أيضا بفعل الجدل الذي أثير حول شخصه وشخصيته
التي اصطدمت مع معظم الطبقات السياسية المتعاقبة في البلاد. ولد عدنان الحكيم عام 1914. والده هو المحامي مصطفى الحكيم الذي كان قاضيا في العهد العثماني، ثم عين مدعيا عاما للديوان العرفي في علي بعد موجة الإعدامات التي نفذت في 6 مايو 1916. تخرج عدنان الحكيم من ثانوية المقاصد الإسلامية ونال جائزة الجرأة الأدبية عام 1929، وهو يعتبر أحد مؤسسي جمعية متخرجي المقاصد الخيرية الإسلامية. كان قائد فرقة نجادة السهام في فوج غازي الأول للكشاف المسلم عام 1930، وقد فاز بالكأس الفضية في مخيم دمشق الذي جمع فرقا سورية ولبنانية برعاية رئيس الجمعية آنذاك الشيخ توفيق الهبري. وكانت لعدنان الحكيم ميول صحافية، إذ بدأ يكاتب الصحف في مرحلة مبكرة من حياته طارحا القضايا الوطنية والشعبية أمام الرأي العام منذ عام 1930. وعندما انبثقت منظمة النجاد عن الكشاف المسلم، كان عدنان الحكيم بين أبرز العاملين في صفوفها، ثم أصبح قائدا للفرق النظامية عام 1943. عرف بمواقفه الصريحة والجريئة وخصوماته مع الكثير من القادة السياسيين والزعماء التقليديين، ولا سيما البيروتيين الذين كانوا يخشون منافسته لهم. بكل أمانة وصدق نقول بأنه كان الرئيس عدنان الحكيم أول صوت صارخ في تاريخ لبنان مطالبا بحقوق المحرومين والمستضعفين من فئات الشعب اللبناني، وأول رئيس حزب سار على رأس مظاهرات شعبية وعمالية مطالبا بحقوق العمال وأخصهم عمال بلدية بيروت، وكان أول الداخلين وأول موقوفين في سجن بيروت مع باقي العمال، ورفض أن يخرج من السجن ما لم يخرج آخر موقوف من هؤلاء العمال المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بحقوقهم. ما فيك تحكي عن النجادي كحزب أو عن القضية العربية في لبنان إلا ما تربطي بين هالحلقات الثلاثة: رئيس عدنان الحكيم، حزب النجادي، القضية العربية، لأنه كان يختصر بشخصه كاريزما قيادية معينة ما موجودة، وأنا شخصيا ما عاد شفتها بسواه، ربما تكون موجودة لدى غيره، لكن أنا شخصيا بهذا الشكل بهذا الطريقة ما شفتها عند غيره. هو من حبته بالعالم، عنده صوت عالي ودغري بيتحمس، يعني يلي عم يحكي كأنه ابنه وعم يعيط عليه. علاقة عدنان الحكيم السياسية مع السياسيين من رؤساء حكومات إلى وزراء ونواب بيروت كانت تمتد ما بين العلاقة الجيدة والعلاقة الوسط والعلاقة السيئة، وهذا كان يحكمها بالنسبة لعدنان الحكيم رغم صداقاته لهذه الشخصيات، كانت تحكمها المصلحة الوطنية والإسلامية العليا، فما كان يفرط بأي شيء كان يمس بالوطن الكبير الوطن العربي أو الوطن الصغير لبنان أو بالمجتمع الإسلامي الذي كان يعتبر عدنان الحكيم نفسه مسؤولا عنه. ودائما في عنده آراء خاصة مثل كل واحد، يعني مثل كل زلمة بحب، وإله آراء خاصة وتركيبات خاصة ياخذ ويعطيه كثير، ويعمل كثير اجتماعات، كثير اجتماعات يعمل عنده بالبيت. خلال الفترة الممتدة من عام 1937 وحتى عام 1943 كانت النجادة تعاني قهرا واضطهادا، فتعرضت للحل عدة مرات
على أيدي سلطات الانتداب الفرنسي. أولها كان في 22 نوفمبر 1937، ليلغى هذا الحل في الشهر نفسه من عام 1943 بعد الاستقلال. لكن عدنان الحكيم كان حاضرا بفعالية على الساحة السياسية في كل تلك المراحل. فكان عدنان الحكيم من هنا يعني من أيام الرئيس رياض الصلح، رغم علاقته الوطيدة معه، انقلب عليه حينما أمر بإغفال بيت النجادي بشمع الأحمر باتفاق مسبق مع الرئيس بشار الخوري، بإغفال منظمتي النجادي والكتائب. فبعد أسبوع اجى رئيس رياض الصلح سكر البيت النجدي وشمع الأحمر، ولما اجتمع برئيس بشار الخوري قال له المفتاح النجدي وين مفتاح الكتائب؟ قال والله أنا ما قدرت لهم، ضلوا موجودين وعم يكفوا عملهم. وما اجى رئيس وزارة إلا وأمعن بالنجدي طعنا وتمزيقا وإرهابا بشكل واضح جدا، والشواهد على ذلك عديدة جدا جدا جدا. منقول يوم اتفق في بشار الخوري ورياض الصلح على حل المنظمات يومتها والأحزاب، وقال بنسكر الكتائب ونسكر بيت النجاب، بس سكروا بيت النجادي ما قدروا سكروا بيت الكتائب، لأنه هوليك لألون هولي ما لألون بالبساطة. كان دافع السلطة لحل النجادة وغيرها من المنظمات شبه العسكرية آنذاك أن وجود مثل هذه المنظمات بعد أن نالت البلاد استقلالها يتنافى مع هيبة وكيان الجيش، وبالتالي كان صعبا على أي منظمة أن تستمر بهدوء طالما طابعها عسكري أو شبه عسكري. لذلك سعى عدنان الحكيم إلى تحويل المنظمة إلى حزب سياسي، فأحياه عام 1951 بعد أن كان قد حل مجددا. ثم منحته الحكومة عام 1954 رخصة حزب سياسي، وذلك بموجب علم وخبر أصدره وزير الداخلية آنذاك جورج هراوي بتاريخ 4 نيسان أبريل 1954. فتحولت النجادة من منظمة شبه عسكرية إلى حزب النجادة وطابعه سياسي. وكانت هيئته الإدارية مكونة من عدنان الحكيم رئيسا، ومحمد علي الرز أمينا للدعاية، وشفيق الحداد أمينا للسر، ومحمود الحكيم أمينا للداخلية، إضافة إلى 9 أعضاء. فكانت النجادة أو بيت النجادة المعقل والمكان الذي كان يجتمع فيه كل زعماء اللبنانيين العروبيين الوطنيين للتنديد وللدفاع عن المطالب العربية والاستقلالية. فكان عبد الله اليافي مثلا، الرئيس عبد الله اليافي كان باعتباره في السلطة، طبعا خارج السلطة شيء وكلهم خارج السلطة شيء وداخل السلطة شيء آخر. فكان أن رفض أن تقوم مظاهرات أو احتجاجات على أو تأييد لهذه الثورات، فأمر بإلغاء إحدى الاحتفالات، فرفض عدنان الحكيم. وكان أثناء مجتمعين كان فيها إحدى الاجتماعات كان كمال جنبلاط، كان صبري حميدي تم حفظ الألقاب، صائب سلام، نسيم مجدليني، جان ربيز، أحمد الأسعد، وإذ هن مجتمعين ونهيت عليهم القنابل من الخارج على مبنى البيت النجادي، وبحضور جماهير غفيرة انصاب ما انصاب منهم ونقلوا الجرحى إلى وبعد ذلك كمان أيضا أقفل عبد الله اليافي الحزب بشمع الأحمر.
مع تحول النجاد إلى حزب سياسي توسع نشاطه وترسخ حضوره في الساحة السياسية الداخلية، بحيث تحول بيت النجاد إلى منطلق للحركة الوطنية وإلى مكان مختار لاجتماعات الأقطاب والمعارضين لبنانيا وعربيا، خصوصا أن النجادة كانت تواكب كل حركات التحرر العربية وخصوصا ثورة الجزائر وحركة المغرب العربي والثوار الإريتريين في نضالهم. كان بيت النجاد أشبه بوزارة إعلام عربية كاملة، وكأنها قسم من وزارة الإرشاد أو وزارة الإعلام المصرية. الأفلام اللي تعرض يومياً، هيك العالم كانوا نقعد على الأرض والكراسي وكذا، بطولات شو صار بورسعيد، العدوان، الباراشوتات، المقاومة، المنشورات تعود كان اسمها هيئة الاستعلامات، توزع بالمئات والألوف في بيروت، كلها يقوم بها شباب النجادي. إلى جانب الدور السياسي الذي لعبه حزب النجادة، كان له دور اجتماعي بارز أيضا، وتجلى ذلك في عمله خلال عامي 1955 و1956 على إغاثة منكوبي فيضان نهر دجلة في العراق ومنكوبي فيضان نهر أبو علي في طرابلس بلبنان، فضلا عن أنه أعطى الكثير من جهوده ووقته لإغاثة منكوبي الزلزال في الشوف. وخاض حزب النجادة أيضا نضالا عماليا مشهودا. كانت قمة الدفاع عن حقوق هذه الشريحة هي الدفاع عن حقوق العمال التنظيفات، عندما تم الإضراب أو الدعوة إلى الإضراب، حزب النجادي ناصرهم ووقف إلى جانبهم ونزل عدنان الحكيم بنفسه إلى الساحة وأضرب مع العمال التنظيفات اللي كانت شافت الدولة انه هذا عمل ما بيصب في خانتها تقريبا، فتم القبض على عدنان الحكيم وسجنوه 11 يوم في سجن الرمل. ولكن حسابات الحق اللي ما اجت على حسابات البدر مثل ما بيقولوا، صارت الزبالة اقوام وجبال خصوصا فترة الصيف، وكان في دعوة إلى مؤتمر كان عربي في بيروت، فكان إحراج للدولة. العمال طلبوا زودة من البلدية، عمال البلدية هون، البلدية رفضت، عملوا إضراب. لما عملوا إضراب اجت البلدية جابت عمال غير عمالها مشان ينظفوا البلد، بينزل عدنان الحكيم مع المضربين بيمنعوهن وبيضربوهن وبيدشروهن، ما خلوهن ينطفوا البلد. بتيجي الدولة بتستدعي للرئيس عدنان وبتوقفوا. لما توقفوا صار مظاهرات وإضرابات وخربت الدنيا كلها على رأس الدولة، اضطروا إنه يتركوه. اجوا بده ياخذوا منه سند إقامة بسموها أو لا، سند كفالة، رفض، لأنه هيدي أول حادثة في العالم واحد محبوس ما يطلع بكفالة، ما قبل يمضي على أي شيء وطلعوا، وما قبل يطلع غير ما يطلع معه العمال المحبوسين الباقيين. هذا الدور الاجتماعي والعمالي لحزب النجادة كان طبيعيا وبديهيا باعتبار أن الحزب تألف من الطلبة والعمال والفلاحين، وقد بلغ عدد المنتسبين الذين يدفعون اشتراكاتهم في الخمسينات أكثر من 10,000 توزعوا بين مختلف المناطق اللبنانية. وكانت موارد الحزب الرئيسية المالية من اشتراكات أعضائه، فضلاً عن تبرعات أنصار النجادة من تجار ومؤيدين. قال آثارهم تدل عليهم ووضعهم يدل عليهم، لو لم يقدم
أحد الرجال الكرماء الكويتيين عقارا مقرا للحزب في شارع سيدي حسن محطة العريس، لما استطاع الحزب يوما أن يكون له مقرا. وتمويل الحزب على ما رأيته فيه من فقر يشابه فقر الأنبياء لم يكن من أي جهة كانت، كان تمويلا من رسوم أعضائه، ولربما كانت هناك بعض التبرعات من بعض التجار في لبنان دعما لعمل خيري في نفس مقر حزب النجادة، هو مستوصف النجادة، يقدم خدمات طبية علاجية شبه مجانية لبيئة فقيرة. منتصف الخمسينات كانت بذور الأزمة التي ستندلع عام 1958 قد تبلورت، وكل الظروف كانت قد باتت مهيئة لما سيحصل. اغتيل الصحفي المعروف نسيب المتني صاحب جريدة التلغراف في أيار مايو 1958 ثمنا لمواقفه المدافعة عن مصالح الشعب والمعارضة بشدة لانضمام لبنان إلى حلف أيزنهاور، وسادت النقمة الشارع وعم الغضب، واجتمعت المعارضة في بيت النجادة المركزي، وعقد مهرجان خطابي شارك فيه كمال جنبلاط، صائب سلام، أنور الخطيب، أنطوان ثابت، نسيم مجدلاني، وأحمد الأسعد. وصبت كل الخطب والكلمات غضبها على سياسة الرئيس كميل شمعون، وكانت هذه الاجتماعات نذيرا بالغليان الشعبي. ثم انفجرت الثورة بعد أيام، وكانت النجادة حينها من أكبر الأحزاب اللبنانية. القيادة الفعلية كانت بالثورة الأرضية في بيروت كانت لعدنان الحكيم، القيادة العلنية كانت للمرحوم صائب سلام، القيادة العامة كلها كان كمال جنبلاط، كان صبري حميدي، كان رشيد كرامي، كان معروف سعد، الله يرحمهم كلهم. البلد كلها كان في جو عام انه ما بيصير جر لبنان الى الاحلاف الاستعمارية، ولا يمكن ان نقبل ان نكون نحن معادين لعبد الناصر، ولا نقبل ما كان عهد شمعون يكيله للجمهورية العربية المتحدة. الرئيس صائب سلام في ذاك الوقت حاول ان ينهي الثورة، عدنان الحكيم رفض طبعا الا ما تنتهي على الاهداف التي قاموا بها. لتعبئة الجماهير خلال ايام ثورة 1958 قررت النجادة إقامة محطة إذاعية حملت اسم صوت العروبة، فأعلننا نحن من إذاعة صوت العروبة التي كان يمتلكها الحزب في ذلك الوقت، الإذاعة الوحيدة التي كانت تعبر عن ثورة 58 ضد الرئيس كميل شمعون. كان حزب النجادة الصوت المدوي في تلك الفترة من خلال إذاعة صوت العروبة التي كان ينطلق منها صوت مذيع لبنان الأول المرحوم الأستاذ شفيق جدايل. بثورة 58 أنشأ حزب النجادي إذاعة لنفسه، كان ينطق بأخبار المقاومة الشعبية في بيروت وفي لبنان. يبدو أن التنافس على المواقع، وقد كثرت شعبية عدنان الحكيم من خلال هذا الصوت المسموع، وخاصة كان على رأس الإذاعة مديرا مذيعا محبوبا ذو صوت موصل
لأذان السامعين الله رحمه الله الأستاذ شفيق جدايل، كانت هناك أصوات فئات الشعب كله كانت تصغي وتنتظر ما يقوله هذا الصوت، صوت حزب النجادة من إذاعته. على مدى شهور كان المرحوم شفيق جدايل يفتتح إذاعة صوت العروبة بقوله: هنا صوت العروبة، صوت النجادة، صوت القومية العربية من لبنان. لكن ذات يوم صح اللبنانيون عموما والبيروتيون خصوصا وأزاحوا مؤشر الراديو إلى موجة صوت العروبة، فلم يسمعوا صوت شفيق جدايل. سنة 58 عملنا إذاعة اسمها صوت العروبة، قبل ما تطلع جريدة صوت العروبة اجينا خبر انه جاي بيع جامعته بده يكسروها ويهاجموا. عدنان حكيم طلع ذكي وما بيحب الدم، ما بيحب المشاكل، رأسا طلب من جماعة موظفين الإذاعة سحبهم جابهم على بيته لعنده، كانت الإذاعة قريبة من هون من عندنا. اجوا جماعة صعب اسلام ما لقيوا حدان، قوصوا بالهواء بالأوشاف افتكروا انه فيكون في ناس جوا، فاتوا ما لقيوا حدان، خلع البواب اخذوا المعدات وراحوا فيها. علمنا نحن قبل بوقت بحضور المسلحين اللي كانوا تابعين لرئيس اسلام، وكان من عدنان حكيم باعتباره انه كان ضنين بالدماء الإسلامية أن تسيل في سبيل، كان يقولوا شوية حديد جايين ياخدوها ياخدوها بس، ولكن اللي جايين ما عارفين لشو جايين، ونحن حنقاومهم حنقتلهم وحيقتلوا منا، فدماءنا أغلى بكتير من هذه الإذاعة، فياخدوها ياخدوها. وسحب المسلحين عن مركز الإذاعة واجوا في منتصف الليل وأخذوها. مع إقفال الإذاعة اشترى عدنان الحكيم امتياز جريدتي الصحافي التائه وأبابيل وألغاهما ليحل محلهما امتياز جريدة يومية حملت أيضا اسم صوت العروبة التي أصبحت لسان حال حزب النجادة، وأشرف هو على سياستها إشرافا مباشرا. وكان من الطبيعي أن تعكس مواقفه النارية التي عرف بها. خرج الحزب من ثورة 58 حزبا قويا متماسكا يكاد يكون القائد العام للتحرك الشعبي والجماهيري والممثل الصحيح للأمان العربي في هذا البلد. هالشيء هذا أوجس الحكام خيفة منهم، شو عم يعملوا هولي، لوين رايحين؟ فلما تشكلت أول حكومة للثورة جاءت مخيبة للأمل. حاولوا يبتشوا فيه أمنيا كمان، وقتل أحد مرافقينه أطلقوا عليه رصاص، لكن أهم شيء كان البطش السياسي. أغلق مكتب النجادي، مكتب الحزب أول مرة وتاني مرة، حورب الرئيس عدنان الحكيم مرات عديدة. الهدف كان النيل من شخص عدنان الحكيم، لأنه كان يعتقدوا إذا نلنا من شخص عدنان الحكيم فنحن نلنا من الحزب ككل. لم يكن عدنان الحكيم مرغوبا أو محبوبا من كثير من القيادات البيروتية، وهو الذي تعرض لمحاولتي اغتيال، الأولى عام 1958 والثانية عام 1962، وقد قتل في المرتين مرافقاه أبو صالح المغربي في الحادثة الأولى وعدنان خالد في حادثة الاغتيال الثانية، كما أن بيت النجادة تعرض مرارا لإلقاء المتفجرات، منها مرة أثناء اجتماع الأحزاب والشخصيات للاحتجاج ضد فرنسا بسبب نفيها سلطان المغرب محمد الخامس عام 1952. صعب سلام دعا عدنان الحكيم إلى غدا عند بيته، وبعد انتهاء يعني حتى يعمل مصالحة هو
يعمل مصالحة حتى ما يعود يهاجم الوزارة يهاجم الوزارة. فبعد ما دار عدنان الحكيم من بيته وصل على بيته كان في قناص قوص عليه رأسا على مدخل البيت ما صابه. هيدي واحدة. بعدين في عيد المولد كان في صلاة بجامع الكبير لما فاتوا المصلين كلهم ضل وخلصوا وظهروا المظاهرة المتظاهرين حملوا المصلين حملوا عدنان الحكيم وما حملوا صعب اسلام وطلعوا فيه على الطريق. لما طلعوا على الطريق عطى اوامر للشرطة يقوصوا عليهم قوصوا عليهم وقتل احد مرافقينه عدنان خالد وواحد انجرح بإجره وعدة إصابات وهو ما صار شيء الحمد لله لأنه كان ركب بغير سيارة لو كان بسيارته كان تعور. صعب اسلام كان رئيس وزارة ظهر قبل منه طرقت له الموسيقى العادية وراح قام هو ظهر حملوه وظهرين وعاملين مظاهرة تحت قال ننزلوا فيهم صاروا يقوصوا عليهم نزلوه حطوه بسيارة وأخذوه انصاب شفر تبعه ما شفر مرافق اسمه عدنان يومتها هذا المرافق اللي عنده اسمه عدنان اخذوا عدنان وراحوا ضل هيدا قتل يومتها صار يقولوا قتل عدنان الناس افتكرت انه عدنان اللي قتل حتى وصل على بيته مدري كمترين كان قالب على الارض وعم يحترق. يوم ما انعمل اجتماع ببيت النجاد مهرجان خطابي طويل عريض كان كمال جنبلاط قاعد فيه وغيره وغيره من القيادات يومتها على ما اذكر كانت مشان معركة تحرير المغرب العربي محمد الخامس والعجأك الليات والدجي لم يتبرع احد رؤساء الوزراء من ارسال ابضاياته رموا قنبلة على الاجتماع راحت عين فلان وتعرف يعني عملية بيروت تذكرها جيدا. يوم ما نزل ليصلي عدنان الحكيم بالجامع العمري الكبير يوم من الايام كان نائب احد رؤساء الوزراء بعت رجاله تيقتلوه ما قدروا قتلوه قتل المرافق تبعه كمان اسمه عدنان وقامت الدنيا وقعدت قتلوا عدنان احترق له 13 14 ترين وخربت البلد يومتها. الحاصله ما بعرف كيف تدبرت من سياره لسياره لوصلت على البيت، وصلت على البيت لقيته واقف على الفيراندا عم يقول لي ما تخافي صار ياسر لي ما تخافي انا موجود. انا شفته النهار ساعتها ما صدقت لانه قالوا مات عدنان وهيدا رافقه اسمه عدنان. مقابل علاقاته المتوترة داخليا تميز عدنان الحكيم الذي زار معظم بلدان العالم بعلاقات وطيدة على مستوى الخارج ولا سيما مع الرئيس جمال عبد الناصر الذي كانت تربطه به علاقة صداقة ممتازة جدا. بدأت علاقتي الشخصية مع سيادة الرئيس جمال عبد الناصر يوم صادفته في حفلة العشاء بالسفارة المصرية في مدينة نيودلهي التي أقيمت على شرفه وهو في طريقه لحضور مؤتمر باندونغ سنة 1955 وكان رئيسا للوزراء في أيام الرئيس محمد نجيب آنذاك وبدأت أتردد على القاهرة بناء على دعوته لحضور أعياد 23 يوليا ولمساعدة أبنائنا الطلبة والطالبات اللبنانيين الذين يتابعون دراساتهم في مجالات التخصص المختلفة ونتج عن هذه العلاقة والصداقة المتينة التي أوقفتها لخدمة هؤلاء الطلاب الذين فاق عددهم على 300 طالب تقريبا.
اللي حصل بين عدنان الحكيم وعبد الناصر أمر الحقيقة كان ملموس، ما كان يرد له طلب، كان وصل مرحلة عدنان الحكيم بمصر عومل أو كان يعامل معاملة وزير. لما رئيس شرح له مرة راح القاهرة عم يسلم على الوزراء بيقدم له الرئيس عبد الناصر بيقول له ادي الاخ عدنان ملوش نصيب عندكم او موجود معنا. هالعلاقة بدأت بمؤتمر باندونغ، مؤتمر عدم الانحياز اللي صار باندونغ، وابتدأ يتطور من ثورة 58 الى الزيارات الى جريدة صوت العروبي اللي كانت لسان حال عبد الناصر في البلد. مرة كان الرئيس عدنان بالقاهرة صار احتفال برعاية الرئيس عبد الناصر ودعيوا للرئيس عدنان للاحتفال، طبعا منه بصفته منه وزير ولا الصف الأولاني بيقعد فيه الرؤساء والوزراء، حطوه بالصف الثاني. لما فات عبد الناصر عيطوا لعدنان قال له محلك هون مش محلك ورا، وقال للمشرفين انه هذا محله هون. عند كل قضية يحتاجها حزب النجادة أو عدنان الحكيم للتشاور مع الرئيس عبد الناصر، فكان العلاقة والموعد مفتوح بشكل دائم، يعني ما كان بده موعد ليقابل عبد الناصر، بمجرد ما يكون هناك أي مشكلة أو أي مطلب أو أي قضية كان يركب الطيارة عدنان الحكيم وينزل يقابل عبد الناصر بدون أي مواعيد مسبقة. وهيدا اللي عمل حفيظة كثير من السياسيين اللبنانيين والمسؤولين المصريين. إزاء تنامي واتساع حضور حزب النجادة كان لابد من خوض معترك السياسة بكل وجوهها. من هنا كان القرار بخوض المعركة الانتخابية لدخول البرلمان، فرشح عدنان الحكيم نفسه لأول مرة عام 1951، لكنه ما لبث أن سحب ترشيحه ليعيد الكر عام 1960 في عهد فؤاد شهاب فيفوز فوزا ساحقا جامعا من الأصوات ما يفوق ما جمعه المرشحون الخمسة الذين نافسوه، وذلك رغم معارضة السلطة لفوزه. ثم انتخب مجددا نائبا عن بيروت عام 1968. فجندوا كل قواها السلطة من مكتب تاني الى المرشحين، كسرت المرشحين حتى يقدروا ياخذوا منهم الاصوات، والى العنصر المالي الذي نزل بشكل كثيف، وعنصر الزعبره بالصندي. رغم كل هذا الشيء لانه كانت الناس والجماهير خلف عدنان الحكيم بشكل مكثف، الفارق كان كبير جدا، لم تستطيع السلطة أن تقلل منه أو أن تقلب الصورة، فكان أن نجح عدنان الحكيم على كل المرشحين. عملية ما جرى بعد حرب 58، بعد ثورة 58، اغتالت الكثير من القيم والمثل اللي كان لازم تنتصر، وهي على أرض الواقع انتصرت، إنما تم إجهاضها وأجهضت بأشياء كثيرة إلى أن صارت أول انتخابات عام 1960 بعد الثورة بسنتين. هذه الانتخابات كرست زعامة عدنان الحكيم وكرست قيادة النجادي للعمل الوطني العربي في هذا البلد. ربما يعني استهدف عدنان الحكيم من الشعب الثاني لإضعاف صوته المناهض لصوت السلطة المتحكمة يوم ذاك، وتخشى من زعامة عدنان الحكيم المتنامية. شكل دخول حزب النجادة ممثلا برئيسه عدنان الحكيم إلى الندوة البرلمانية
فرصة كبيرة له لإيصال أفكاره ومطالبه إلى الرأي العام بصورة واسعة وإسماعها بقوة إلى السلطة، وكان جريئا جدا في طروحاته أمام البرلمان. كان عدنان حكيم الطالب بالجيش المتوازن. طبعا هلا صار في عنا جيش وطني بكل معنى الكلمة، بس عم نحكي بهذيك الفترة كان يطالب بالجيش المتوازن، كان يطالب بالتوازن في الموازنة لكافة المناطق والقرى اللبنانية. كان يطالب عدنان حكيم بمطالب وطنية تراها الدولة في تلك الفترة انه هذه من المحرمات، كأنه تكون المداولة بين رئاسة الجمهورية ما بين المسلمين والمسيحيين إلى غيرها من المطالب التي كان يعتبرها الفريق المسيطر على الحكم أنه هذه أشياء كبيرة جدا. أول خطاب ألقاه مجلس النواب كان شبه تحدي كان للطبقة الفاسدة، قال له نحن هنا لسنا موجودين بأن ندعي لنعدد أياما ونقبض راتبا. كانت مبادئ حزب النجادة تقوم على استقلال لبنان وعروبته وإيمانه العميق بالعدل والمساواة بين المسلمين والمسيحيين. ومن هذه الخلفية انطلق عدنان الحكيم أمام البرلمان بالمطالبة بتعديل الدستور وتحقيق المطالب الإسلامية، ولا سيما المناصفة في البرلمان وجميع مرافق الدولة. ومن هذه الخلفية سجل موقفه المشهود عام 1970 عندما رشح نفسه لرئاسة الجمهورية في مواجهة سليمان فرنجي. وكل ما كان يرمي إليه عدنان الحكيم من هذه الخطوة أن يؤكد للناس أن الدستور اللبناني لا يمنع ترشيح المسلم للرئاسة الأولى. هون كوجود وكنائب في المجلس النيابي أعلن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، أولا ليبرهن للملأ بأنه للمسلم الحق في الترشيح إلى رئاسة الجمهورية، وهذا ما تم تسجيله في محاضر مجلس النيابي وتناولته معظم وسائل الإعلام العالمية والمحلية والعربية بترشيح مسلم إلى رئاسة الجمهورية، ولإثبات في الداخل بأنها معركة ديمقراطية ما بين كافة المواطنين. كان يطالب بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين بالنواب، وكان يطالب برئاسة الجمهورية. أحد الدورات ترشح فيها حتى يفرج الناس أنه هذا رئيس جمهورية مش بالقانون نازل أنه لازم يكون مارونة. رغم أن حزب الكتائب حليف النجادة في معركة الاستقلال وخصمه في كل المعارك اللاحقة، دخل بقوة إلى الدولة وأجهزتها وإداراتها ومؤسساتها كافة، حتى بات القوة الأقوى على الساحة السياسية اللبنانية، إلا أن حزب النجادة لم يصعد هذا الصعود، بل كان رغم كل شيء إلى ضمور وتراجع، فلم يدخل أيا من الوزارات، ولم يدخل البرلمان إلا في المرتين اللتين نجح فيهما عدنان الحكيم وحده. فكانت السلطة حاطة الكتائب في المواجهة كيد لها في الساحة الشعبية، بينما النجادي كانت على العكس تماما في خط المعارضة، فهي معرضة للصدمات والضربات والتحجيم والانفصال الداخلي والمشاكل وكل هالقصص. لم يكن عدنان الحكيم من سيمفونيا هذا التمثيل، ولم يكن ينصاع للمايسترو لتلك الأوركسترا، فأخرج من الفرقة أو أضعف فيها وأضعف صوته فيها. هذا هو السبب. الرئيس بيير جميل كان صوتا صارخا وعازفا جيدا في تلك الأوركسترا، فوصل إلى ما وصل إليه حزب الكتائب.
مع اندلاع الحرب اللبنانية كان قرار النجادة هو عدم الانخراط في الحرب رغم كل المغريات، فإذا به يواجه مرة جديدة انشقاقا من الداخل بقيادة جميل دعبول الذي كان له موقف لا ينسجم مع القيادة التي يمثلها عدنان الحكيم. قام هذا الفريق بالحصول على شكل من أشكال الاعتراف الرسمي بشخص الرئيس رشيد الصلح الذي كان رئيسا للوزراء في ذاك الوقت، وقد كان ضالعا في هذه العملية، قد يكون مرغما أو مضغوط عليه من المنظمة الفلسطينية، فاستطاع هذا الفريق أن يحصل من الرئيس الحكومة على ترخيص باسم الحزب. استمر هذا حوالي 6 أشهر تقريبا، عندما اجت حكومة جديدة بعد الرئيس رشيد الصلح وألغت مفاعيل هذا الترخيص الغير شرعي واعترفت بوجود حزب واحد هو حزب النجادة بقيادة الرئيس الشرعي الرئيس عدنان الحكيم. كان أن أوعزت منظمة فتح عبر أحد أهاليزها، لأنه كان فتح فتوحات، كان بالجملة كل واحد فتح حسابه، إلى أحد عناصرها جميل دعبول الله يسامحه. فاتوا على المجلس السياسي، المكتب السياسي بلوك، وهالبلوك هذا استغل فترة معينة لإعادة ولخبطة الوضع الداخلي بالحزب. فلما كشف أمرهم ونعرف علاقتهم بالمكتب الثاني حتى اللبناني، ونعرف علاقتهم بفتح وبرئيس الوزراء آنذاك كمان الله يسامحه رشيد الصلح، كلهم كانوا عم يلعبوا لعب كبير. كان من الصعب إخضاع عدنان الرئيس عدنان الحكيم، فكان العمل البديل هي فسخ النجادي من الداخل. فعمل في ليلة سوداء، هذا أمر دبر بليل، ودخل موقع رئاسة الحكومة يومها على الخط بإعطاء الترخيص لهالأمر لهالحركة التصحيحية. لكن هذا الترخيص وهذه الحركة وما حصل كله على بعضه انتهى قبل أن يبدأ، لأن لغة المدفع والبندقية والرصاصة كانت أقوى من أي لغة أخرى خلال الحرب اللبنانية. ذاب حزب النجادة في لجة الأحداث وطواه النسيان على مر السنين، ولم يكن يظهر إلا عبر كلمة أو خطاب أو مناسبة اجتماعية لعدنان الحكيم ليسجل موقفا أو دعوة. واستمر الحال كذلك حتى 26 أيار مايو 1990، عندما رحل عدنان الحكيم بعد مسيرة طويلة حافلة بالنجاحات والإخفاقات، بالألم والمرارة حينا وبالأمل والأيام الحلوة حينا آخر. ليش ما دخل حزب النجادي الحرب؟ وليش ارتضى رئيس الحزب أن يحجم الحزب ويبقى على جنب وما يحقق ما يحصد ثمار هالحرب اللي حصلت؟ كانت عند رئيس عدنان الحكيم مقولة بأنه نحن أساسا أم الولد إلى عمل الاستقلال للبنان، وساهم به لا يستطيع أن يقتل هذا اللبنان بيديه إذا كانت هناك من مطالب أو شوائب أو سلبيات، وهي كثيرة في الحكم كانت آنذاك، إلا أنه كان مؤمنا بأن تكون
الإصلاحات من عن طرق شرعية ومن داخل القنوات الشرعية. مع رحيل عدنان الحكيم القائد والرئيس، تراجع آخر يصيب حزب النجادة الغارق أصلا منذ عقود في النسيان والتهميش. لم يكتب لعدنان الحكيم أن يرزق أبناء، وكان مصطفى ابن شقيقه ورفيقه الدائم منذ الصغر، فاكتسب مصطفى من عمه وتعلم وكان وريثه السياسي. عام 1991 انتخب المكتب السياسي لحزب النجادة مصطفى الحكيم رئيسا للحزب بالإجماع، وهو يعمل جاهدا منذ ذلك الحين لإعادة الحياة إلى الحزب، بل إعادته إلى الذاكرة بعد أن طواه النسيان. ترشح للانتخابات النيابية عام 1992 لهدفين رئيسيين: الأول إزالة الانطباع بمقاطعة السنة للانتخابات، خصوصا أن الرئيس صائب سلام قرر مقاطعة تلك الانتخابات، والثاني محاولة إثبات حضور النجادة عبر هذا الترشيح السياسي المحض. فماذا تفعل القيادة الحالية للحزب وما هو مشروعها؟ في قيادة جديدة نتركها لألها أن تجيب أين دوركم، شو عم تعملوا. نحن بعدنا كجيل قديم متمسكين بالأهداف. إن حزب النجادة اليوم ومن خلال مجلسه السياسي الجديد وبعد انكفاء قصري بسبب ظروف الحرب يعود إلى الحياة السياسية، وهو بكافة عناصره الشابة حاملا منهج ودستور جديد انكب على وضعه أثناء تلك الفترة، منهج سياسي جديد ومنهج اقتصادي جديد قوامه خدمة المجتمع من خلال هذا المشروع القائم على نظرية جديدة من الفلسفة أو النظرية الاقتصادية لا وجود لها اليوم أو غير مطبقة اليوم. طالما أن الحزب لم يمت اجتماعيا ولم يمت فكريا ولا زال موجودا كقيادة تتحرك من أجل بناء قاعدة جديدة قائمة على التعاون والمصارحة والمشاركة، فالحزب منه في مرحلة إعادة إحياء، هو في مرحلة الإحياء الأساسية للنهوض. بعد كل هذه السنين وكل هذه التغيرات الداخلية والإقليمية، وفيما كثير من الأحزاب التي سبقها حزب النجادة في الظهور شهدت أو تشهد مزيدا من التوسع والنشاط والمشاركة في الحياة السياسية، وفيما تنشأ أحزاب جديدة يعيش